حضرتك انا يعني اود ان اركز على نقطه محدده وهي ما تفضلتم به فضيلتكم منذ ثوان، وهي الاعتراض على القضاء والقدر. يعني كلنا مبتلى وكلنا يمرض وكلنا يفقر وكلنا تعتريه ظروف قاسيه في هذه الحياه الدنيا، وربما يلحظ الانسان شماته في نظر الاخرين. هكذا ضيق عليه رزقه، هكذا يعامله الرؤساء، هكذا هو مبتلى، هكذا هو كذا هو كذا. ماذا يصنع هذا الشخص اذا اراد ان يكون مؤدبا مع الله تبارك وتعالى؟ اولا عندما يرى الابتلاء قادما يقول مرحبا بشعار الصالحين. الله اكبر. اذا هو سوف يحمل رايه من رايات الصالحين في الابتلاء، لان الابتلاء ميراث النبوه، فمن قل حظه من الابتلاء قل حظه من ميراث النبوه. الله الله. ولذلك قال علماء يعني هو دخل على الدرب، يعني طالما انه يعني سبحان الله بدا الابتلاء ياتي اليه فليعلم امورا خمسه. طيب. انه صار في معيه الله. الله اكبر. وان هذا الابتلاء ليس اكبر من ذلك. بمعنى ان اصبت في مساله رزقي لكن صحتي ما زالت موجوده. أيوة. صبت في الصحة ما زال عملي موجودا. نعم. وصبت في العمل ما زال أبنائي يدورون من حولي، ما زال الأمن يراعيني بالحالة الأمنية التي تحيط من أمس آمنا في سرب معافى في بدن، ما زلت أتنفس، ما زالت عيني ترى. ذلك لما قطعت رجله عروة رضي الله عنه وقال بكى، قالوا أتبكي من قضاء الله يا عروة؟ قال لا والله ما أبكي لقطع قدمي، ولكن يعلم الله أنها ما سارت إلا لتعمير بيوت الله والإنفاق على اليتامى والمحتاجين، لكن يا رب إن كنت قد أخذت القليل فقد أبقيت الكثير فكيف أشكرك؟ يا الله. إذا هو الله. قطعت رجله لكن ما زالت هناك رجل أخرى، ما زال يدان وما زال سبحان. ثم أن الابتلاء ليس في الدين. الابتلاء الذي لا عوض له أن يكون في الدين. لكن الابتلاء الدنيا عارية مسترجعة، بمعنى أن يعني صحة تذهب وتجيء، مال يذهب ويجيء، سبحان الله. يعني الحسن البصري يقول والله لقد ظلمنا اهل الدنيا، فنظر الحسن البصري لا يملك شيء من حطام الدنيا، اهل الدنيا كيف عندنا؟ قال اكلوا فاكلنا. صحيح قد يكونوا اكلوا اشياء قبل، لكن بعد ان تشبع البطن اكل خبز حافك زي ما اكل اطيب من عند الحاتم. اكلوا فاكلنا وشربوا فشربنا ولبسوا فلبسنا، ولكنهم من الغد قلقون، في حاله قلق على الفرق. ونحن في رحمة الله مطمئنين. يا سلام. إذا هذا الذي يرى الابتلاء عندما يرى الابتلاء يفرح. قال علماؤنا إذا مر عليك 40 يوما، مرت 40 يوم لم تبتلى، راجع حساباتك مع الله. الله أكبر. طبعا يبقى في خلل. في خلل. سبحان الله. خلل. نعم نعم. يفضل الإنسان يصر ويسعد بالابتلاء يعني. المرأة سبحان الله. ليس مؤمنا. اسمع هذه ونسمع إخواننا أخواتنا المشاهدين لكي يكون مدرسة رمضان مدرسة فيها طيبة إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. ليس بمؤمن مستيقن الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية. قيل كيف؟ البلاء نعمة. قال لأنه بعد البلاء لا يأتي إلا الرخاء، وبعد النعمة لا تأتي إلا البلية. أنا اليوم صحيح البدن، غدا المرض وارد. الله. لكن أنا اليوم مريض، إذا أعيش على الأمل، أمل الشفاء وانتظار الفرج نوع من العبادة. الله. لما ينزل البلاء وأنا الابتلاء، لأن الابتلاء للمؤمن، البلاء للكافر. البلاء يمحقه محقر، لكن الابتلاء لما ينزل الابتلاء أستشعر رحمة الله، أنا قريب من رب العباد عز وجل. حتى إن أنين المريض عند الله كزجل المسبحين. يا الله. هكذا قال لنا علماؤنا ان الملائكة لتسمع انين المريض عندما يقول فتقع في سمع الملائكة الله الله، فيكتب ذاكرة. الله. يكتب ذاكرة ورغم انه اشكو رغم انه اتألم. فابو بكر في اواخر ايامه قيل انا ادعو لك الطبيب، قال لقد جاءني. قال ما رأينا طبيبا، قال لقد قال لي اني فعال لما اريد. الله. الله. يعطي درسا في العقيده وهو يقارن الدنيا. نعم. وقال الشافعي طلبوا لي طبيب الورى، طبيب البشر يعني، وطلبت انا طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. الله اكبر. هذا فقه ثاني اقوى اسلافنا. انا فقه اسلافنا. هذا فقه اجدادنا الذين نعتز به.